الوحدات الجوية من بين الوحدات المهمة في جهاز الأمن الوطني، مهمتها مراقبة كل صغيرة وكبيرة والسهر على سلامة المواطن وأمن الطرقات وحتى مكافحة الجريمة. لمعرفة المزيد تابعونا في هذا الروبورتاج. السرعة، الدقة، مع تطير واحد، الاحترافية، يتبع هذاك الفيكل، حوامات ذات تكنولوجيات متطورة، كاميرات مراقبة حديثة لمهام متعددة، أبرزها مراقبة الطرقات ورصد المجرمين ومطاردتهم. هي الوحدات الجوية التابعة لجهاز الأمن الوطني، هدفها حفظ النظام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم. أنشئت الوحدة الجوية للأمن الوطني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0351 الصادر بتاريخ 2 أفريل 2003. ونظراً لاتساع مهامها ونجاعة تدخلاتها، تم ترقيتها سنة 2016 إلى مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني. يمتد مجال تدخلاتها عبر كامل التراب الوطني. من بين المهام الرئيسية لمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني تسيير الأحداث على غرار تسيير حركة المرور، التجمعات والتظاهرات الثقافية والرياضية، اعتراض المركبات المشبوهة والمسروقة، المساهمة في الإجلاء الصحي في حال الكوارث. من داخل مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء بالعاصمة تنطلق مروحيات الشرطة. قبل الانطلاق يقوم أفراد الشرطة باجتماع لدراسة المهام المحددة والتي ستوكل إليهم خلال الرحلة الاستطلاعية. فيما يخص بريفينج تاع اليوم إن شاء الله، الانطلاق يكون من الايروبور دالجي، نروحوا لبرج كيفان لو ساندي، نعودوا نرجعوا بلاس دو مي وي مي، نروحوا لباب الواد عين بليان ونعودوا نرجعوا لو ساندي ونعاودو ندخلو لايروبور. فيما يخص ليكيباج تاع اليوم، عندنا ميسيو سوداني مع ميسيو ميسو وكومودو دبور ميسيو سوداني. من هذا المستودع يتم إخراج المروحية إلى المدرج الذي تقلع منه لمباشرة عملها. وبعدها يخرج طاقم الطلعة الجوية والذي يتكون من 4 أفراد. قبل الإقلاع يقوم الطاقم بمراقبة تقنية للحوامة، مراقبة دقيقة لكل الأجزاء سواء كانت كبيرة أو صغيرة. قبل كل طلعة جوية يقوم قائد الطيران مساعده بتفقد المروحية، وكذلك أجهزة الطيران والحالة الجوية إن كانت ملائمة للقيام بهذه الطلعة. الآن حان وقت الإقلاع، من هنا تحلق هذه الحوامة باتجاه العاصمة لأداء المهام المحددة، مراقبة حركة المرور والحوادث المرورية، التظاهرات الرياضية ومطاردة المجرمين وغيرها. في إطار المهام اليومية قمنا بطلعة جوية عبر ولاية الجزائر العاصمة وما جاورها، الهدف منها تأمين ومراقبة حركة المرور خاصة في ساعات الذروة، حيث نقوم بإرسال صور آنية لقاعة العمليات حول حال الطرق. الحوامة مزودة بكاميرا مراقبة حديثة ومتطورة ترصد كل التحركات ليل نهار، كما يتم التواصل مع مركز العمليات. تكمن مساهمة مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني في دعم قوات الشرطة المنتشرة في الميدان، ومن خلال تسخير حوامات الأمن الوطني وكذا أنظمة الإرسال الآني للفيديو الجد متطورة من أجل تسهيل المهام وتقديم المعلومات في الزمن الآني من خلال الصور الحية الملتقطة لمختلف الأحداث إلى
وإرسالها إلى مراكز القيادة المكلفة بتسيير هذه الأحداث. هنا يتم فيها استقبال الصور والفيديوهات الحية المرسلة من المروحية. نحن متواجدون على مستوى مركز العمليات بمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني. المهام هذا المركز تلقي الصور آنية من قبل الحوامات الأمن الوطني. هذه الصور تسمح باتخاذ تدابير ميدانية في حال حدوث حادث مرور أو اختناق مروري، خاصة ساعة الذروة، بحيث ترسل هذه الصور إلى قاعات عمليات قصد اتخاذ التدابير المناسبة ميدانيا. من المهام الموكلة لفريق الوحدات الجوية للأمن الوطني مطاردة المجرمين، نشاهد هنا ملاحقة مثيرة لأحد مروجي المخدرات. من أجل استغلال الأمثل البت الحي للصورة، قد تم تغطية كامل إقليم الجزائر العاصمة وكذا بعض الأجزاء من الولايات المجاورة بنظام البت الآني للفيديو داونلينك. إن إدراج الحوامات في المهام الشرطية قد أعطى نتائج جد إيجابية، خاصة في شقه المتعلق بتقديم الدعم الجوي لقوات الشرطة المنتشرة في الميدان في إطار الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات. ورشة الصيانة تعتبر إحدى الركائز الأساسية للوحدة الجوية. هنا يتم ركن المروحيات لمراقبتها وصيانتها من كل الأعطاب التقنية. الفحص الروتيني، تفكيك القطع وتركيبها من مهام هؤلاء الشباب الذين يتميزون بالانضباط والصرامة في أداء عملهم. المهام يعني اون جينيرال، المهام الكبرى تاعنا بالمديريه التقنيه هي توفير الحوامات، وذلك بالصيانه الدوريه، يعني ضمان الصيانه الدوريه اللي يكون محددها الكونستركتور تاع شاك اباراي، ولا اصلاح الاعطاب اللي تكون اون اكسبلواتاسيون، يعني كي تكون الطائره متواجده على مستوى مكتب المدرج اللي هو مكتب من مكاتب نيابة المديرية التقنية، كي تكون متواجدة أحيانا يكون يصراو أعطاب. نيابة المديرية التقنية تسهر على تصليح الأعطاب لضمان تواجد الحوامات، خاصة نحكو على لا سيكوريتي. سمحنا عندنا هنايا نبازيو على 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 ان بالونسي لا سيكوريتي لا ديسپونيبيليتي. تقدر تقول لما عندنا لي دوز اكزومبل، عندنا صيانة دورية مسبقة، وعندنا طائرة كانت اون اكسبلواتاسيون صرا ان بروبليم راهم يريكتيفيو فيه الزملاء.
محمد ملازم أول في الوحدات الجوية للأمن الوطني، مهمته مراقبة كافة المروحيات قبل الإقلاع، كما يقف على كافة ما تحتاجه المروحية من وقود وغيره. تزوي الطائرة بالكيروزان لمهمة طيران صباحية، بالطبع التقني المكلف بالمهمة يقوم شكون أبل لا فيزيت افون فول لي يومية قبل الطيران اليومي للمروحيات، يقوم بمراقبة نقاط معينة، ولو يكون مشكل تقني بسيط يحاول لا ريميزون ايطا في الحين. هذا هو الدور تاع المكتب المدرسي، ليكسبلوطاسيون اوبيراسيونال دي زاباري. يوميا نقوم بمراقبة يعني بونكتوال حسب لا دوكيومونطاسيون تكنيك اللي متوفرة عندنا من عند المصنع المروحيات. الوحدات الجوية لجهاز الأمن الوطني من بين أهم ما يساعد جهاز الشرطة في مختلف التدخلات، سواء حوادث المرور أو مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. وحدات ساعدت بشكل كبير في عصرنة الأداء ميدانياً.